ايه الفرق بين tall, high, long؟ tall, high, long. التلات كلمات دول في ناس بتلاقي صعوبة في استخدامهم وبيحتاروا امتى يستخدم دي وامتى يستخدم دي، وده اللي هنوضحه في الفيديو ده. التلات كلمات دول صفات، يعني بتستخدمهم لوصف الأسماء، تمام؟ طب امتى دي وامتى دي وامتى دي؟ شوف يا سيدي، tall معناها طويل، بوصف بيها الكائن الحي أو الجماد إنه طويل، بشرط إنه يكون في تماس بين الكائن الحي ده أو الشيء ده والأرض أو القاعدة اللي هو مستوي عليها، يعني سواء الأرض أو ترابيزة أو أي سطح، المهم يكون في تماس بين قاعدة الشيء ده والأرض. يعني مثلا أنا بوصف الشخص إنه tall لما يكون واقف برجليه على الأرض، he is tall، تلاقي إن في رجليه على الأرض وهو واقف بشكل رأسي أو قائم، وهنا بوصفه إنه طويل. يبقى tall الشيء ده أو الشخص ده واقف بشكل رأسي، بوصف الطول بشكل قائم، وكمان بيكون في تماس بينه وبين سطح الأرض. ممكن أوصف البناية أقول it's a tall building، ممكن أوصف الشخص أقول he is tall. حلو؟ تمام. أمال high معناها مرتفع، وهنا ما بيكونش فيه تماس بين الشيء ده سواء كائن حي أو غير كائن حي وسطح الأرض أو القاعدة اللي هو عليها. يعني الشخص ده ممكن يكون قصير لكنه هو مثلا يكون 2 meters أو 3 meters high. ليه؟ واقف على سلم، فهو ارتفاعه عن سطح الأرض مقداره 3 متر. يبقى high معناها مرتفع، والشخص هنا أو الشيء ملوش تماس أو مفيش نقطة تماس بينه وبين السطح اللي هو موجود عليه، واقف على سلم، واقف على شجرة، واقف على نخلة، يبقى هو هاي. يعني ممكن يكون هو قرد قصير قد كده اهو، لكن هو هاي. ليه؟ لأنه واقف على شجر. يبقى دي tall في تماس، هاي مفيش تماس. أمال إيه long؟ long معناها كمان طويل، وبتستخدم برضو لوصف سواء طويل رأسي أو طويل أفقي. لكن إيه الفرق؟ tall كنا بنتكلم إن هو المسافة بين نقطة التماس مع السطح وأعلى نقطة للشخص أو للشيء. حلو قوي. أما long بنقصد بيها المسافة بين أبعد نقطتين للشيء، نقطة البداية ونقطة النهاية. حلو؟ يعني زي ما بقول مثلا على الطريق أقول it's a long road. it's a long road يعني long road طريق طويل، من النقطة اللي احنا فيها دي اللي هي نقطة البداية إلى أبعد نقطة في الطريق بقول عليها إن هو long. she has a long hair، عندها شعر طويل من منبت الشعر حتى آخر نقطة في الشعر، بسميه long hair. يبقى ده long. يبقى ده الفرق بين tall و long و high. أتمنى الفرق يكون واضح، وروني أمثلة في التعليقات لو حاجة مش واضحة أقوله، وإن شاء الله برد عليكم.